صلاة الظهر والعصر أصلي الركعتين الأولى بالفاتحة ومعها سورة، أما في الركعتين الأخيرتين فلا أقرأ إلا الفاتحة. هذه صلاة صحيحة؟ نعم، هذا هو المشروع. المشروع أنه في الركعتين الأوليين من الرباعية أو من صلاة المغرب يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة إذا كان إماما أو منفردا. أما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية أو الركعة الثالثة من المغرب فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة. هذا هو المشهور عند أهل العلم. جزاكم الله خيرا.